الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. لازلنا يا احبائي نضع الانجيل امامنا كخلفيه نتحرك على نورها في انطلاقنا على الطريق الضيق، نطلب الغايه والجعاله، نطلب الوطن الدائم السماوي. في هذا الموسم، موسم الصوم، حينما نقدم الجسد ذبيحة بعبادة عقلية أو بعبادة واعية صاحية، نستطيع أن ندرك كل مهام الطريق. إنجيل أمس كان يتكلم عن وكيل الظلم واليوم يتكلم عن شروط المسيرة أو الانطلاق وراء الرب. في الحقيقة الإنجيلين أمس واليوم بيكشفوا ما وراء هذه المسيرة. إنجيل وكيل الظلم واضح جدا، إنسان أعطي وكالة ولم يكن أمينا عليها بالقدر الكافي فوشي به، فاستدعاه صاحب الوكالة وقال له سلم وكالتك، فقال في نفسه ماذا أصنع، ثم أدرك في الحال كيف أصنع. ذهب واستطاع أن يتفاهم مع كل مديون سيده أن يخفض لهم المديونية حتى يقبلوا حينما يقطع رزقه أو يقطع عيشه. في الحقيقة الإنجيل بينصب حتى المسيح يعني ألمح بوضوح أن لابد أن احنا ناخذ الإنجيل ده كمثل، وقال أن احنا نصنع أصدقاء من مال الظلم حتى يقبلون في المظال السماوية حينما يفنى هذا العمر. هذه الخلفية اللي وضعها الإنجيل امبارح وهي ذات أهمية كبيرة في حياتنا. في الحقيقة إحنا الوكلاء، نحن وكيل الظلم، لأن وكالتنا واضحة أمام ضمائرنا أنها غير مستوفاة. أما كون أننا سنستدعى لنضع أو نسلم وكالتنا فده أمر حتمي، في ساعة ننتظرها أو لا ننتظرها سوف نستدعى في الحال في دقيقة لكي ما نسلم كل شيء ونسلم كل ما عملنا خيرا كان أم شرا، ونقف أمام كرسي الديان العادل. في الحقيقة الإنجيل واضح جدا، ولو أن المفسرون وإن المفسرين يعني لم يستطيعوا أن يلمحوا مقصد الرب. الرب بيقصدنا احنا بالذات، بيقصد تلاميذه. كان المثل المره اللي فاتت او الانجيل اللي فات للتلاميذ، دعا تلاميذه وقال لهم، يعني بيوصف ليهم الطريق الخاص بيهم، ما كانش كلام عام، كلام خاص جدا. فقال اصنعوا صدقه من مال الظلم. في الحقيقه المال اللي في ايدينا، اي مال، المسؤولية اللي في ايدينا، أي مسؤولية، لو رجعنا أنفسنا نجد أننا كلنا ضللنا، كل إنسان مال إلى طريقه، لم يصنع الصلاح ليس ولا واحد، وأغلق على الجميع في العصيان ليرحم الجميع. فنحن محسوبين ضمن وكيل الظلم، وسوف نعطي الوكالة سريعا لأن الزمن
يسير بخطى أكثر مما نتصور. فالإنجيل في أمس يوضح لنا أن الحياة التي نحياها الآن ينبغي أن تبتدي من حيث ما انتهى وكيل الظلم. وكيل الظلم أسرع وبدأ يعمل حساب ما بعد تسليم الوكالة. في الحقيقة إحنا ما ينبغيش أن إحنا ننتظر حتى نستدعى فلا يكون أمامنا أي فرصة. قد استدعينا وضعنا أرجلنا على الطريق، ونحن الآن نبتدي فيما انتهى إليه وكيل الظلم. بينبغي أن نفرط في كل ما لدينا وكل ما نملك. العجيب هنا المسيح بيكشف لنا سر من أسرار ملكوت السماوات، سر من أسرار الحياة الأخرى، وهو أن هناك أصدقاء. هنا بيع بيتحول لحساب السماء، يعني أعطوا صدقة، بيعوا مالكم لكي يكون لكم أصدقاء يستقبلونكم في المظال الأبدية. مين يا ترى الأصدقاء دول؟ أو في الحقيقة في مواقف أخرى في الإنجيل بيقول أن لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك، فينبغي أن يكون كنزنا في السماء. ما هو هذا الكنز؟ كنزنا في السماء هل هو مال بيتحول إلى هناك؟ طبعا لا. والأصدقاء، من هم الأصدقاء؟ في الحقيقة في تلميح بديهة جدا جدا، وهيأتي بعد ذلك في أحد الأناجيل في هذا الصوم، وهو إنجيل لعازر. لعازر المسكين كان على الأرض، لم يستطع أن يحصل حتى على الفتاة الساقط من مائدة الغني، والاثنين رفعوا إلى السماء بحسب مثل المسيح. الغني جلس في أحضان إبراهيم، المحروم والذي حرم من كل متاع الدنيا وجد في حضن إبراهيم، أما الغني فوجد في العذاب. فابتدى الغني يرى من بعد لعازر المسكين الذي شبع البلايا وشبع من ليالي التعب والضيق، وهو ملقى أمام بيت الغني. لم يجد الغني من يطلبه أو يطلب معونته إلا ذلك الفقير. تصوروا معي أن الغني ده كان أحسن إلى الفقير. هيجي الإنجيل ده نتأمل فيه جيدا، ولكن كخلفية أمامنا الآن تساعدنا على إنجيل أمس والإنجيل اليوم. لو كان لعازر استطاع أن ينال شيء من الغني، والغني تعطف على لعازر، إيه اللي هيكون فوق؟ كان يكون أصدقاء. أهدوت الأصدقاء اللي بينتظرونا فوق، من نعطي ومن نبذل من أجلهم هنا بيتحولوا إلى أصدقاء هناك. كل إنسان محروم من محبة، محروم من مال، محروم من معونة، ونمد له يد المعونة، في الحياة بيتحول إلى صديق، ولكن صديق هناك مش هنا. في ده مثل الأمس. مثل اليوم بيضع أسس ثلاث للطريق الذي نسير عليه. وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد: أتبعك إلى حيث تمضي يا رب. وجد المسيح هو تلاميذه ماشيين في مسرة، ويعني باحترام شديد كل مكان يحل فيه المسيح يكرم. فبهروا الجوء التي تسير حول المسيح، فأراد أن يكون مثلهم، مظاهر جيدة، مظاهر حسنة، زي المظاهر التي تبدو الآن الذين يأخذون شكل الخدمة. فقال له يسوع: إن الثعالب أوجر وطيور السماء أوكار، وأما ابن البشر فليس له موضع يسند إليه رأسه. في الحقيقة بدد من مفهوم هذا الإنسان الذي يريد أن ينضم إلى المسيح ليأخذ كرامة أو راحة، أن ليس هناك أمان
للذي يسير وراء المسيح، ما فيش أمان أرضي. لأن في الحقيقة البيت المنزل يمثل الأمان، الأمان أو الأمن بالنسبة للإنسان. كل إنسان تعبان بيروح البيت يرتاح، يجد من يخدمه ويجد من يلاطفه ويجد من يعطف عليه ويجد من يساعده، ومكان يرتاح إليه وينام في هدوء ويقوم في هدوء. لا، المسيرة وراء الرب ما فيهاش الأمان، دي النقطة الأساسية اللي حطها المسيح. فيش أمان، يعني ما فيش مكان أرضي نستطيع أن نلجأ إليه لنأخذ الأمان لأنفسنا. وزي ما سبق وقلت إن احنا نسير في طريق اللصوص، وينبغي أن نعتبر عبورنا وقتي وزمني، ونكون مستعدين أن نترك كل شيء في كل لحظة، بل ونحمل الصليب أيضا. هنا واضح حمل الصليب بس بنوع خفيف. أما ابن البشر فليس له موضع يسند إليه رأسه، لا يوجد أمان في المسيرة وراء المسيح، أمان جسدي، راحة جسدية. النقطة الثانية، وقال له آخر، المسيح بقى قال لآخر اتبعني. هنا المسيح بيدعو، فقال يا رب إذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. هنا كثير وصلتهم الدعوة، ولكن من أجل الواجب ومن أجل الأصول أهملوا الدعوة لكي ما يؤدي واجب منزلي. يقولوا له إيه؟ إزاي تترهبن أو إزاي تبقى أسيس أو إزاي تروح تخدم وراء الرب أو إزاي تسافر بلاد البعيدة وتترك أمك؟ أمك تعبان أحسن تموت، أو أبوك لو سمع يعيا، أو إخواتك مين يعولهم؟ في الحقيقة المثل الثاني بيقطع خط الرجع على الذين يفضلون الواجب على التبعية للمسيح. الواجب، ياما الواجب والأصول حرمت كثيرين من المسيرة وراء الرب. أما الشرط الثالث فقال، قال له آخر أتبعك يا رب، ولكن إذن لي أولا أن أودع أهل بيتي. فقال له يسوع ليس أحد يضع يده على المحراس وينظر إلى الوراء يكون أهلا لملكوت الله. الوضع الثالث وضع العواطف، ما قدرش يتبع المسيح مباشرة، ففكر قال طب بس يومين ثلاثة كده أروح البيت أودع بيت، أودع أهلي، أودع أمي، أقبلها وتقبلني. يا ما هذه العواطف حرمت كثيرين وكثير جدا جدا من الذين أرادوا أن يتبعوا المسيح. ظن أنه من المريح لنفسه والمريح لبيته أن يكمل العواطف ويطيب عواطف أهل بيته، فأمسك فيها ولم يستطع أن يخرج منها. هي في الآخر وضعت العواطف، ولكن في الحقيقة حسب خبرتي وما رأيته بنفسي أن العواطف متوضع في القمة، هي اللي حرمت كثيرين جدا جدا من اتباع الرب. مش بس في الانطلاقة الأولى حينما يريد الإنسان أن يتبع المسيح، ولكن على مدى الطريق. كم من مرات تداعبنا العواطف وتجعل الدموع تسيل من أعيننا على أهلنا وعلى بيتنا وأصدقائنا، وتكون نتيجة أن يضيع مننا ملكوت السماوات. قال له يسوع ليس أحد يضع يده على المحراس وينظر إلى الوراء يكون أهلا لملكوت الله. العواطف البشرية دي من الأرض وإلى الأرض تنتهي، فاللي بيطلب السماء ينبغي أن يقطع ربط الأرض. لا بمعنى أن يكون الإنسان جامد العواطف، ولكن تكون العواطف روحية وليست جسدية.
هكذا يضع الإنجيل أمامنا اليوم الثلاث شروط للإنسان الذي يريد أن ينطلق إلى ملكوت الله. ليس أمان ولا أمانة إطلاقا لنا على الأرض في مسيرتنا نحو السماء، وليس علينا واجب أرضي بشري. قال له هنا الإنجيل في الحقيقة بيضع آخر وأصعب الواجبات التي على الإنسان أن يؤديها. ميت في بيت، والميت ده هو الأب، والذي يريد أن ينطلق هو الإبن. فطبعا طلب أن يدفن أبوه أولا، فالمسيح حب يضع المثل الصعب ده جدا لكي يضع لنا المقياس الصحيح لما هو أقل. فالواجب الذي حرمنا ويحرمنا وسيحرم كثيرين من الانطلاق السهل السريع وراء الرب ينبغي أن نضع له حدود. العواطف التي وضعت أخيرا وأنا أضعها أولا هي التي حرمتنا وتحرمنا من أن ننطلق بلا قيود. دول ثلاث قيود يا أحبائي للمرتحلين في طريق ملكوت السماوات: الحنين إلى البيت للأمان أو للراحة، وأداء الواجب بمعنى الرجولة والبروتوكول الذي يربطنا بالأرض، والعواطف التي لا تزال تشد الجسد إلى التراب الذي أخذ منه. لو استطعنا أن نضع الإنجيل ده أمام أعيننا لكانت انطلاقنا سهلة وسريعة في ارتحالنا إلى الوطن السماوي ولربنا الملك دائما أبديا.